شكرا لمعلقنا المتميز محمد عفيفي بثنائية نظيفة. ينتهي الشوط الأول بين الأهلي والزمالك 2-0. يتقدم للنادي الأهلي اللاعب علي عمرو من متابعة جيدة من تمريرة طويلة من اللاعب هاني عمرو في الدقيقة 10. ويضيف أيضا نفس اللاعب علي عمرو الهدف الثاني له وللنادي الأهلي من كرة عرضية من أحمد سيد غريب. الهدف الثاني له للنادي الأهلي من تمريرة عرضية رائعة يسكنها اللاعب علي عمرو في شباك زياد أسامة لتصبح النتيجة تقدم شباب النادي الأهلي على شباب الزمالك 2-0. نروح لفاصل، وبعد الفاصل التحليل الفني مع الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد سيد. ايديكي مش فاضية؟ شلت اوزان بس مش شايل محفظة. عاش شيلوك الليلة ومحدش شال معاك. على طول مستعجلة؟ ما ينفعش تلمسي حاجة؟ بقول لكم ايه، هاتوا سايب باي باند اسورة دفع ذكية وبنفس امان الكارت، وكمان ووتر بروف. دايما كنت بلعب كل ماتش كأنه أول ماتش. الكرة دي بالنسبة لي مش لعبة، دي أول حب بعد لميس طبعا. أنا فاكر ليلة أول يوم اختبارات في الأهلي، ما نمتش، ولا أول يوم مع الفريق الأول، أول يوم احتراف في بلد جديدة، وأول بطولة رفعت كاس، ولا أول مرة ألبس شرط الكابتن. حلاوة أول مرة عمرها ما تتنسي، زي أول مرة أكل رو بطاطس مقرمشة بجد وطعمها ما يتنسيش. رو كل مرة زي أول مرة. رو أول بطاطس كاتل كوكت في مصر، الطبيعي تاكله. جمهور الأهلي حافظ تاريخه، بطولاته، لعبته بالأسماء. بنك سيب من سنين وهو في ظهر نادي الأهلي مجهود وعطاء. بنك سيب دايما معاك، دايما أهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن حشيش، تقدم اهلاوي في الشوط الاول، النادي الاهلي باغت النهارده نادي الزمالك في الدقيقه 10 والدقيقه 12 بهدفين صراع في بدايه الشوط الاول. شفت ازاي الشوط الاول، خاصه ان كان ممكن النادي الاهلي يزيد من عدد الاهداف، وكان ممكن نادي الزمالك برضو ممكن يعني يرجع للمباراه مره اخرى. طبعا شوط جيد بالنسبه للنادي الاهلي، زي ما قلنا في البدايه كان في ضغط من النادي الاهلي من اول دقيقه. اصفر طبعا احراز الهدفين، الكره الاولانيه طبعا كره طويله من هاني عمرو، غلت الحارس مع المساك، كره راحت لعلي عمرو جابها. الجون الثاني طبعا بعديها يمكن بدقيقتين كره هايله من على الجناب برضو زي ما قلنا قبل المباراه، اتلعبت حلوه قوي، علي راح لها كمان في توقيت حطها بدماغه على شمال الحارس، جون هايل. مشكله بعد الهدفين النادي الاهلي اطمن شويه فابتدى يريح، وبالتالي الزمالك كان مستحوذ اكتر وعايز، وده وضع طبيعي انه مغلوب طبعا جونين عايز يعوض وعايز يحرز هدف يرجعه تاني المباراه. كان في بعض الهجمات الخطره من نادي الزمالك، يمكن اخرها اخر واحده في الدقيقه 37 كان فراد كامل من كريم محمد رقم 19 في الزمالك، انها جت جنب القائم. يمكن الاهلي رجع تاني لما حس بالخطوره آخر وحس الأول. ان الزمالك ممكن يرجع للقاء بهدف، فابتدى يعمل برضه هجمات مباغته. حط اشرف، احمد اشرف كوره بدماغه، والكوره الاخيره بتاعه زياد اللي طلعها الحارس بتاع الزمالك الحقيقه كان متالق جدا يعني، اللي هو زياد اسامه. مجمل الشوط شوط كويس،
النادي الاهلي لازم اعتقد الكابتن شرف لازم هيوجه اللعيبه بين الشوطين ان يعتبروا الماتش لسه 0-0، لان ممكن بهدف للزمالك يرجع تاني المباراه ويصعب المباراه على النادي الاهلي. النادي الاهلي لازم ينزل ضاغط برضو الشوط الثاني من الاول، الرعونه برضو في بعض اللعيبه، وفي لعيبه يعني بتمسك الكوره اكتر من اللازم، ده زي احمد سيد غريب، زياد كمان لازم يعني يبتدي يفوق شويه، فخري لازم يلعب الكوره برضو اسرع، الجناب تتحرك، يمكن احمد اشرف شفناه ناحيه الشمال بيتحرك، انما في الناحيه الثانيه ما شفناش هجمات من احمد سيد عبد النبي. لازم الاطراف تشتغل اكتر، لازم يبقى في هدف في بدايه الشوط الثاني يسهل على اللعيبه المباراه. دكتور احمد، تقدم اهلاوي في اول المباراه ادى ثقه للعيبه، كان ممكن لعيبه النادي الاهلي تستغل التقدم بهدفين في اول دقائق وممكن كان تزيد الاهداف. شفت الشوط الاول ازاي؟ وممكن الكابتن محمد شرف يقول ايه اللي لعبته بين الشوطين؟ انا شايف بصراحه اداء رائع من لعيبه النادي الاهلي ومن المدرب كابتن محمد شرف، يعني سيطره واستحواذ على المباراه، دي تغطيه اكثر من ممتازه من هاني عمرو. هاني عمرو بالنسبه لي بصراحه اداء مفاجاه. يعني احنا كنا قلقانين من حته الغياب المساكين، الاثنين المساكين، النهارده هاني عمرو بص التغطيه كابتن اسامه، لحق المدافع. طبعا هي في مشكله في العمق، يعني هجمتين من نادي الزمالك الخطيرين في الشوط الاول كانت من العمق، ولكن هاني عمرو انقذها، وهاني عمرو كان ليه دور في الهدف الاول للنادي الاهلي في التمرير الطولي من ورا. بس هنا احمد برضو انا واخد عليه ان هو برضو الراجل راح انفراد، هو راح برضو غلط، بس هو لازم مش مكانه كابتن محمد، ممكن هو عشان ناحيه اليمين هو بيغطي زميله فبيرحل ناحيه الشمال. بس وارد ان انا بقى خلاص اتحطيت في الموقف ده، ابص دايما الاخطر الراجل رايح على الجون، ما اروحش انا بميل، لازم اقابله شويه عشان لو في فرق سرعه اقدر. بس عامل اداء، عامل شوط طبعًا اول ممتاز طبعًا كل الكرات العاليه بتاعته طبعًا، بيحضر من تحت بشكل كويس جدا، عامل تغطيه دفاعيه هايله بصراحه. لعيبه النادي الاهلي في الشوط الاول سيطره بشكل كويس جدا، عاملين 8 محاولات على المرمى، رقم كويس جدا، 8 محاولات بتروح كتير على الجون. الضغط حتى نادي الزمالك مش عارف يعمل عدد من التمريرات، سرعه استخلاص الكره عند النادي الاهلي هايله، هي دي اللي مخليك على طول مستحوذ وراح على الجون. توقيتات الاهداف كمان، انت جايب جون احسن جون، يعني توقيت الهدف الثاني في الدقيقه 12 بعد دقيقتين من الهدف الاول، فده توقيت مثالي. دايما يقول لك المنافس بيبقى في اضعف لحظات التركيز بتاعته بعد استقبال الهدف، عشان كده الهدفين في الدقيقه 10 و12 انت يعتبر شايف التسديده دي كمان. واحنا بنتكلم على محمد فخري قبلها، ارجع بس المخرج محمد الدكروري يرجع بس سنه صغيره باللعبه دي، هتلاقي استعاده الكره الثانيه والدور اللي بيعمله كريم او وسط الملعب، الدور اللي بيعمله كريم اللي هو لعيب كريم سعد الله، استعاده الكره الثانيه انت ازاي اللي بتكلم فيه، ازاي بتعمل ضغط عالي. بص الهجمه من بدايتها اهي، تعالى بقى شوف الزمالك ما بيحضرش خالص، الضغط بتاع كريم سعد الله، انا اتخذتك اهلي عندك بص زياده عدديه في وسط الملعب، والكره الثانيه انت مميز في الكره الثانيه، خلى دورك في الكره الثانيه والضغط العالي اللي انت بتعمله مخلي الاستحواذ بتاع النادي الاهلي استحواذه واصل نسبه عاليه، بسبب انت دايما ضغط عالي، عامل كره ثانيه وصلحها الفخري. في لعيبه احمد في الملعب كده يمكن الجمهور ما بيحسش بيها، صح، بس هي بيبقى لها ادوار كويسه قوي مهمه جدا، زي كريم، زي كريم الديفندر اللي بيقطع هايل في الكره الثانيه، الكره الثانيه بيقطعها وبعدين قدام المساكين مال الفراغ ده اللي هو فيه صناعه الالعاب، هو الوحيد كمان، هم كلهم مهاريين قدام بالزبط. يعني فخري، زياد طارق، صحيح، احمد سيد غريب، دي فرصه ثانيه برضو للنادي الاهلي كانت من ركنيه، دي كانت في اواخر الشوط الاول، كان ممكن النادي الاهلي يضيف الهدف الثالث. ليه؟ بص الكره دي هنا متابعه، دي تكملة برضو من أحمد أشرف، حطها كويسة عكس حارس المرمى، يعني في فرصة اللي بعدها كمان هي الأجمل بتاعت زياد طارق، تصدى ليها زياد أسامة حارس مرمى الزمالك ببراعة، صناعة أحمد سيد غريب بصراحة. أحمد سيد غريب عامل شوط أول يعني، يا ريت اللي قلنا برضو يا دكتوري آخر فرصة للنادي الأهلي كانت في الشوط الأول اللي شالها زياد أسامة حارس مرمى الزمالك ببراعه، هي دي هي دي صح، هي دي. زياد طارق اتحرك كويس جدا في حته لا مركزيه، يعني علي عمرو جايب هدفين النهارده، بساعات بنشوفه بص التحرك بتاع زياد طارق جوه منطقه الجزاء كمهاجم، علي عمرو فين مش موجود، احمد سيد غريب برضو حطها له في مكان سحري هايل. احمد سيد غريب النهارده احنا بنقول ان هو هداف الدوري، علشان وقتنا يا كابتن حشيش عشان عايزين نروح الملعب. اتفضل كابتن محمد شرف، يبدا الشوط الثاني ازاي؟ ضاغط على نادي الزمالك من البدايه، ولازم يبقى في هدف ثالث يقتل المباراه وتبتدي بقى تلعب وتاخد الثقه وتعمل الاستحواذ، خلاص انت مش مستعجل. تتفق مع كابتن حشيش يا دكتور؟ في تغييرين كمان ممكن، صالح نصر ومحمد نصير نشوفهم الشوط الثاني. تمام، كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي الشوط الثاني.
نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لمعلقنا المتميز الكابتن محمد عفيفي ونشوف حضراتكم بعد نهاية اللقاء.